أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين لمواصلة هذه الحلقة من برنامج الرئيس عبر قناة الجديد في جزئها الأخير. ويسعدني أن أستضيف الآن القاضي اللبناني المعروف أستاذ حسن الشامي، مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء إمام الاعتدال والحوار والتسامح الإمام موسى الصادر. أهلا وسهلا فيك. أولا، سبب الدعوة كان بالأساس بدك حق رد على ما قاله أحمد قذافي الدم في الحلقة، ولكن خليني فوت بسؤال ولك الحق طبعا، لماذا الاستمرار بسجن هانيبال القذافي بعد 8 سنوات وهو يصر على أنه بريء وأنه بعض اعترافاته أخذت منه بالقوة وعم بيقول في مسألة مالية بالنص، ولك كل الوقت للرد. أولا، لماذا استمرار اعتقال هانيبال القذافي؟ لأنه مد عليه بجرمين، كتم المعلومات وهي جينية، وأيضا التدخل اللاحق في جرم الخطف المستمر وهيدي جينية عقوبتها المؤبد. نعم. والقضية محالة قدام المجلس العدلي. أصلا هو تم توقيفه بلبنان مش يعني من قبل بإشارة من الانتربول، مش بإدعاء من عائلة الإمام، طلب سماعه كشاهد وما تعرض لأي ضغط ولا أي تعذيب خلال توقيفه الرسمي. توقف هو أو سلم لشعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي ب 11-12-2015، استمع من قبل المحقق العدلي ب 14-12 يوم 2، بالأول كشاهد ثم كمدة عليه، وعرض عليه محامي هو رفض بالأول، بعدين وكل محامية وكل عشرات المحامين. اسمح لي، ما في شيء أخذ منه بالقوة أبدا. اسمح لي أستاذ حسن، فقط بدي أوضح مسألة وأنا سمعتها شخصيا نقلا عن رئيس نبيه بري، يقول نحن بالأساس لم نكن نريد أن نأخذه وعرض علينا أنه نأخذه ورفضنا. صحيح. وعرض على مخابرات الجيش ورفضت، وعرض على الأمن العام اللبناني ورفض، وبعدين أخذوا أمن الدولة يمكن؟ لا، شعبة المعلومات. شعبة المعلومات، أوكي، مشكورين على كل اللي عم بيعملوه. طيب بعد 8 سنوات شو تبين؟ تبين حكى عشرات الصفحات للمحقق العدلي القاضي زاهر حميدي، حكى عشرات الصفحات وحكى عن جنزور بالتفاصيل، يعني مكان توقيف سري للإمام امتد من 78 ل 82، حكى عن مسرحية روما ومين لبسوا ثياب الإمام، وسمى موسى كوسا، وسمى بعدين محمد علي الرحيبي. أوكي. حكى عن تورط عبد السلام جلود وتوريطه لليبيا، هولي كلهم على مدى عشرات الصفحات. بالأول أول استجواب له كشاهد بالقانون اللبناني ممنوع يكون معه محامي، بعدين كان في معه محامين وهو أخذ كل حقوقه بالسجن، الآن ينال الرعاية الصحية الكاملة، بيزوروا الناس ساعة اللي بده، معه هاتف، بيصدر بيانات من داخل السجن، بيهدد من داخل السجن، وبيتهمنا، وهذا الجديد اللي سألت عنه حضرتك، بيتهمنا بالابتزاز كمان، بيتهمنا بالابتزاز أو عم نقيده على 2 مليار. طلع بيان من السجن زيعته محطة نيو تي في اللي أنا باستوديو تبعها هلأ، والعربية وفضائيات عربية أخرى. بس أنا اللي بدي أقوله، لا بس إنه هيدا الشخص اللي عم يتمتع بكل هالحقوق هيدي صار عازل وموكل شي 10-15 محامي، ما منتدخل أبدا بهالموضوع، خلافا للإشاعات. رحت أنا قلت له عزول فلاني من فلتك هذه ب 21 آب 2016، أنا شفته مرة واحدة ب 16-1-2016، ما عاد شفته أبدا. طيب رئيس حسن، أنتم مع إنهاء هذه القضية وبأي شكل؟ أي قضية؟ قضية قضية هانيبال. أكيد ما منقبل يتوقف حدا يوم زيادة إذا كان مظلوم أو إذا كان رهين أو كذا، إذا كان في انتقام أبدا ما منقبل، لكن إحنا كلجنة متابعة رسمية ولا عائلة الإمام تقبل ولا مبادئ الإمام تسمح لنا بهيك كمان، لأنه بنهي الإمام إمام لكل الوطن. طب هو اللي قال يجب أن تكون الوسيلة من جنس الهدف. طب الإمام شو المطلوب منه لهانيبال اليوم؟ يسلك الطريق القانوني والطريق القضائي بعيدا عن التهديد والتخوين، وبعيدا عن تخويننا بمعنى أنه إحنا خلنا مبادئ الإمام موسى الصدر، أو أنه عن الاتهام لإلنا بالمقايضة. وأنا بدي أحكي تحديدا بموضوع المقايضة أو الابتزاز، صرنا يعني للمرة الألف بيطلع حدا بيقول طلعت وكيلته الأولى طلعت قالت إنه نحن طلب، أنا شخصيا طلبت من وزير العدل الليبي 200 مليون دولار بآذار مارس 2016. طلعنا ردينا عليها ببيان رسمي بتقول عندها فيديو بالصوت والصور أنا عم عد المصاري، قلنا لها ببيان رسمي طلعنا قلنا ب 8 آذار 2016 تفضلي طلعي هالبيان وخربي لنا بيتنا. أوكي. لا هلا صاروا 30 مليون، هلا صار في محضر جلسة بدل الفيديو. طلع واحد اسمه عقيلة دلهوم كمان حكى عن وسطاء عم باسم الرئيس بري عم بفوضوا على مصاري. رجع قال بنفس المقابلة على قناة العربية، قال إنه هول وسطاء حكوا على الرئيس بري إنه عم بيحاول يسترزق،
حتى المذيعة قالت له في تناقض هون شوي، يعني بيطلعوا بيقولوا الكلام على عواهنه. لما حكيت عن الوكيل الأولى عم تحكي عن السيدة بشرى الخليل، نودي سمي ما كان هي، ما كان في غيرها وكيلة أولى. طيب خليني أسألك، في كلام من فترة أنه في وساطات لإنهاء هذه القضية، صحيح؟ صحيح، وخبرتك خارج الهواء شهيدة أنه في وساطات محترمة جداً على طول عندهم مشكلة بيت القذافي، بيفكروا كل حدا بده يقول لهم مرحبا بده مصاري، مع أنه أنا بس شفت الوسطاء وشفنا ناس من بيت القذافي كذا مرة، أولهم أحمد قذافي الدم وآخرهم ناس تانيين من عائلة القذافي المباشرة. نحن شرطنا الأول يا خي نحن ما بدنا مصاري، اللي بده مصاري يعطينا معلومات عن الإمام نحن بنعطيه مصاري. طيب هو يقول هم معودين، عفوا دكتور سامي لو تسمح، هم معودين بيت القذافي بيدفعوا مصاري لكل الناس. أحمد قذافي الدم قال بالمقابلة مع حضرتك دفعنا للطرف السياسي الفلاني، دفعنا للدولة الفلانية، هم معودين كل واحد بيقول له مرحبا بده مصاري. يا خي نحن ما بدنا مصاري، نحن اللي بده شيء مصاري نحن بنعطيه ويدلنا وين موجود الإمام. هيدي مش عم بيفهموها بيت القذافي، ولا عم بيفهموها ليه كمان في بعض السماسرة اللبنانيين للأسف، سماسرة بدهم يقبضوا، فجايين عم بيشوهوا. أستاذ حسن خليني أوضح مسألة، الأستاذ أحمد قذافي الدم يقول أنه طيب لو كان في معلومات، هذا الرجل ما عنده معلومات وكان عمره سنتين. الأمر الثاني أنه تغير النظام بليبيا، طب النظام الجديد اللي هو ضد معمر القذافي ليش ما عطى المعلومات؟ وخليني أعطيك حق الرد اللي كنت حابب تحكيه على ما تفضل به أحمد قذافي الدم. أنا يعني أنا بشكرك أنك سألت السؤال اللي سألته يا لإله. نعم. أنا حضرت مقابلتك معه. نعم. حضرتك سألته قلت له أنه أنتم ما أعطيتوا شيعة لبنان أو اللبنانيين أي معلومة على مدى 33 سنة كانوا بالحكم، هني من 78 تاريخ اختطاف الإمام لل 2011 وقت لسقط النظام، ما جاوبك. لبل الأقسى من هيك والأسوأ من هيك أنه السيد أحمد قذافي الدم لما سألته أنت قلت له كمان بالإذن من محبي الإمام هل الإمام على قيد الحياة أم توفي، قال لك حرفيا العلم عند الله. طيب إذا هو بال 2023 عم بيقول العلم عند الله، ليش عم بيقول فإذا بال 2003 الرئيس بري عطل الوساطة؟ شو كنت بقى تعطي فإذا معلومات أنت يا أحمد قذافي الدم؟ أكثر من هيك بتقولي أحمد قذافي الدم إنه نحن إنه هم يعني مش نحن هم إنه خارج الحكم هني هلا، طيب أوكي، وإنه خصومهم مستلمين الحكم، شو عملت أنت وقت كنت بالحكم؟ أعطيني معلومة وحدة قلتها غير كذبة روما اللي هو قال لي بالقاهرة بأكتوبر 2012، هو قال لي أحمد قذافي الدم ببيته بالقاهرة، هو قال لي إنه هاي المعلومة كذب موضوع روما. شو أعطيته معلومة للدولة اللبنانية؟ شو أعطيته معلومة لعائلة الإمام وعائلات رفيقه؟ عفوا لأنه هي مهمة. أحمد قذافي الدم قال لك إنه لم يخرج إلى روما وهي كذبة؟ أكيد 100% أكيد 100% قال، يعني ما فيش أحكي أكتر منك. أنا احتراما بعدني للقائي معه، احتراما بعدني وتعويلي على رهاني يرجعوا يفيقوا على ضميرهم ويخجلوا من نفسهم ويرجعوا لنا الإمام بدل ما يجي إلنا ما مصلحة ليبيا، بماذا تستفيد ليبيا. أكتر من هيك عندي إيداني لإله ودليل ضده، بيقول هو إنه ليش حسن الشامي بعده ما شاف عبد السلام جلود، وهنيبال برسالته المتلفزة من فترة سأل ليش حسن الشامي بعده ما شاف عبد السلام جلود. أول شيء نحن أنا خبرتك خارج الهواء دكتور سامي، أنا حاولت شوف عبد السلام جلود أنا شفت كل أركان النظام البائد ما عاد عبد السلام جلود، حتى عقيلة دلهوم قال إنه موجود بأحد النايتات بباريس، يعني ما رح نلحقه على النايت لعبد السلام جلود، مش هيك القصة. أنا بدي أسأل سيد أحمد قذافي الدم وكل أركان النظام السابق، ليش هم ما زال عم بيقول، هانيبال بيقول بالتحقيق وبيقول برسالته المتلفزي هلا من جديد كمان هيدي تحت الضغط، بيقول انه عبد السلام جلود هو من ورط ليبيا وهو المسؤول. طب هو اقيل من المنصب وعبد السلام جلود كنائب رئيس وكرئيس حكومه بسنه 1991، انتم بقيتوا للحكم لل 2011، ليش ما حققتوا مع عبد السلام جلود؟ هيدي بدي افترض روايتكم صحيحه انه هو من راسه عمل عبد السلام جلود. هل مطلوب مننا الان نحن حاولنا المستحيل، حاولنا عبر وسطاء بالقطاع الخاص، حاورنا عبر أجهزة استخبارات عالمية نشوف عبد السلام جلود، ما قدرنا أبدا. حتى في ناس طلبوا مننا مصاري مستعدين كنا ندفع لهم لنشوف عبد السلام جلود، ما قدرنا أبدا، ما قدرنا أبدا نشوفه. أنا سؤالي أنتوا شو عملتوا مع عبد السلام جلود؟ أنا أتحدى كل النظام الليبي البائد أعطانا معلومة وحدة، أعطى أي وسيط جهة دولية أو جهات صديقة أصدقاء مشتركين أعطاهم أي معلومة؟ طيب. أبدا. أستاذ حسن خليني أسألك، هاني باع اليوم يقول انه مظلوم ويقول انه بدا اضرب عن الطعام ويقول انا كل ما كان عندي قلته. طب ما بتعتبروا انه صار ظلم استمرار حبسه بعد 8 سنوات؟ خليني بعد كمالي للسؤال عشان ما نضل بالمنحى التصعيدي. وهلا شو مطلوب من هانيبال لتسويه كي يخرج من السجن؟
أنا بدي أتوجه لوالدته السيدة صفية فركاش ولا زوجته السيدة ألين سكاف ولا أخته السيدة عائشة. ما زال الرجال عندهم مصالح معينة، رجال العائلة، يتفضلوا يسلكوا الطريق القانوني والقضائي السليم بعيدا عن أي تهديد، بعيدا عن يعني حتى التهديد وصل لمرحلة في تهديد مباشر عم بيوصلنا، في تهديد عم بيطلع على أحد البرامج إنه حملات موجعة وضربات موجعة، إذا موجعة كانت مضحكة يعني بكل الأحوال. لا لا، أنا بدي أقول دليل، نحن عم نشتغل بشرف. بيان أو مقال بجريدة نداء الوطن ما خصنا فيها، ب5 تموز 2023 كاتب المقال الأستاذ عماد موسى، هي موجود. بيقول بآخر، بديش أنا أطول، إلا أن فريق الدفاع القانوني أفادوا بأنهم كمحامين لا يتبنون أي خبر لا يصدر عنهم بالذات، ومنذ أن توكلوا بهذا الملف لم يتعرضوا أبدا لأي ابتزاز، لم يتعرضوا أبدا لأي ابتزاز، وهذه الأخبار يسمعون بها في الإعلام فقط. أنا يا دكتور سامي، نحن صحيح أنا سألت أحد المحامين، محامي محترم وبتعرفه، وهو قال نحن لم نتعرض لأي ابتزاز، بس هو عم بيقول إنه حان الوقت كمان إنه لا تنتهي هالقضية. طبعا كيف بدها تنتهي قضية هاني بعد؟ في شيء تحت الطاولة ما بنعرفه؟ طبعا أكيد يحين الوقت عندما يقرر هانيبال المعاكس لكتم المعلومات. شو هو؟ إعطاء المعلومات. طب هو يقول قلت ما لدي؟ لا لا، كتم معلومات، وأنا لما قابلته بفرع المعلومات وشعبة المعلومات ب16/1/2016 بحضور كبار الضباط فيها على مدى 6-7 ساعات، قال لي لإلي ما بقول الباقي، ما بسمي لك أسامي الضباط المتورطين بخطف الإمام إلا بصير بالطيارة، لأنه خاف، هو بيقول خاف وتحت الضغط انه طلعوني على الطياره بقول لكم اللي بدي اياه. برايك هذا اللي عم بيعمل هالبيانات وعم بيهددنا من قلب السجن وعم بيتهمنا بالمقايضه ب2 مليار دولار، على فكره هلا طلع في اموال للدوله الليبيه نحن مش عارفين فيها ما سامعين فيها بحياتنا. هذا اللي عم بيهدد هيك من قلب سجنه بالسويد وبالدنمارك، ما في هيك يعني بيهدد من قلب سجنه؟ هذا خيفان؟ لا. طيب. في وراء هذا؟ لا، هذا شخص انا بدي اقوله للمره الاولى اقوله ببرنامجك. كل القصه خلينا نكون صريحين جدا، انا قابلت كل اركان النظام البائد، الموالين لمعمر لا يريدون إدانة معمر القذافي حتى أولاده. أوكي. ما بدهم يدينوا بيهم بهي الجريمة الشنيعة المخالفة. وأنا اللي بدي إذا بتسمح لي بس، لأنه يعني انتهى الوقت بس أي بس أخرتوا علي أنتم مش أنا أخرت. لا والله إلنا ربع ساعة. تفضل. أنا بدي هذا القرار القضائي الإيطالي، يا ريت أعطيتهم إياه للصبايا يطلعوه على الشاشة لو سمحوا. القرار القضائي الإيطالي، القضاء الإيطالي عمل 4 قرارات. أول واحد عم نشوفه على الشاشة، أول واحد ب7 حزيران 79، ثاني واحد ب28/1/82، ثالث واحد ب7/10/2005، 7/11/2005، وثالث واحد ب22/6/2015. هيدا القرار الأخير إنه ما دخل موقع من القاضي مارتشيلو مونتليوني، إنه ما دخل، خليني لا خليني إنه الإمام ما دخل إلى إيطاليا. خليني أشوف الصفحة. إن الضيافة والتعاون المدهشين اللذان أبدتهما السلطات الليبية تجاه تحقيقات القضاء الإيطالي في طرابلس أخفت مرة أخرى هدف إغلاق الدائرة مع خيانة كاملة لمبادئ حسن النية، الثقة المتبادلة المطلوبة والمفترض أنها أن تحترم بين الدول في مجال التعاون. بينما الموضوع كان مخالفة للمبدأ الإسلامي من ناحية احترام الضيف، ظرف لا يمكن تجاوزه من الناحية الأخلاقية في العالم العربي، نظرا للإشارة إلى هذا في القرآن نفسه، يجب الأخذ بعين الاعتبار سلطة الإمام والاحترام الشديد له ومكانته في العالم العربي وخارجه. أنا بدي هذه الصفحة اللي بعدها لو سمحتوا، كثير مهمة كثير مهمة، وعندي هون يعني أوكي. كنت حابب أحكي هاي اللي بعدها. هذا مين عم بيحكي؟ القاضي الإيطالي مدعي عام روما. لا. يظهر نفاق الرئيس القذافي من خطاب له بخطاب 31/8/2002 موجود بين وثائق الملف، هو عم بيقول القاضي هيك، حيث قال فيه أنه لم يكن هناك أي سبب لاختلاف مع الإمام لأنه كان واحدا من أنصارنا. شو الختام؟ ختام القرار الإيطالي اللي بيقولوا نحن منطلع وثائق مش مثل غيرنا نحكي حكاية وإشاعات. نتيجة فحص كل الوثائق المجموعة والمضمومة ضمن ملف المحاكمة، وبشكل خاص التقرير والشهادات المقدم من القاضي السيد حسن شيمة وملحقات، يجب عدم قبول افتراض أن الوفد اللبناني وصل إلى مطار روما. أوكي. أنا يا دكتور سامي بدي قبل ما أختم ورجاء عذرا بس ضروري أولى، في عنا مشكلة مع كتار من اللي عم بيحكوا، في عنا ثلاث شغلات سريعا. موضوع السنتين، هاي الكذبة والنكتة السامجة انه نحن معقول ادعينا عليه وعمره سنتين، يعني اتهمناه بشيء كان عمره سنتين. طيب. انا خيي الكبير قال لي هذيك لما هو منه حقوقي، قال لي يا عمي ضروري تتوضح هاي الصوره للراي العام، اللي بيقول هالشيء اما جاهل او متآمر. يعني شو الرد؟ هو الرد انه نحن ما عم ندعي عليه بجرائم ارتكبها هو كبير، ما ارتكبها هو عمره سنتين، فبقى بقى حاجه بقى هالنغمه. اوكي. الشغله الثانيه،
أنا بدي من استوديو تبعكم تفضل توجه للأستاذ تحسين الخياط وبدي راهن على سعة صدره تفضل رجاحة عقله للسيدة كرمة الخياط ولسيدة مريم البسام اللي كتبت أروع مقدمة. لو ما صدر واسع حضرتك مش معنا اليوم. تفضل. السيدة مريم البسام اللي كتبت أروع مقدمة عن الإمام الصدر بالنشرة التلفزيونية الموحدة عام 2014 لكل تلفزيونات لبنان، كتبتها هي ونقلها أنت صار في شاعرات بعيناتها. السيدة مريم البسام وللكل ولأستاذ تحسين الخياط تحديدا، أنا وزميلي القاضي زهر حميدي نقال عننا ببرنامج إنه مقضينا ابتزاز دون أي دليل. احنا اكيد بننفي، بينا هلا الشيء شو بيقولوا وكلائه وشو بيقولوا اوكي بدون اي دليل، ونقال وتوجه لنا تهديد بالحلقه، لا بل نقال خود وهات مع هالاشاره. انا اراهن ان الاستاذ تحسين خياط لا يقبل بهذا الكلام، واراهن على مناصره القضيه. نحن الحريه، الامام الصدر قال ب 25 ايار 1966 باسبوع كامل مروه، الحريه لا تصان الا بالحريه. نحن حريه الاعلام، ولكن الاتهام الجنائي بالافتراء لا شيء مسيء للكرامات ومسيء للإمام الصدر. شكرا جزيلا لك، وهذا كان من باب حق الرد. شو رأيك تروح تشوف أحمد قذافي وتوصلوا للتسوية؟ تسوية؟ ايه؟ بنا معلومات عن مكان وجود الإمام ورفيقه. يعني إذا بيعطي معلومات نوصل للتسوية عن مكان وجود الإمام ورفيقه. طيب شكرا جزيلا.